بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا هذا المكان بالحقيقة هو مثل ما تشوفون عندنا composed wall which has one linearly very cross sectional area as shown in figure below determine the heat flow and interfacial temperatures. يعني المطلوب إيجاد heat flux و بالنقاط هذه اللي بين الأجزاء. فإذا عندنا wall يعني composed wall مثل ما أخذنا إحنا أخذنا حالة composed wall لها قوانينها الخاصة وممكن نستخدمها لحل هذه المسألة. نعطينا ال thickness 10 سنتيم، نعطينا ال KA ونعطينا ال KB وال KC known values. مثل ما نشوفون هذه الأجزاء عندنا ال A وال B وال C. الشيء الجديد بهاي المسألة واللي يختلف عن المسألة القبلة انه الجزء بي مثل ما نشوف مساحة المقطع مالته متغيرة، يعني يبدأ مساحته مشابهة للأي للجزء أي وبعدين تتوسع المساحة إلى أن تصبح مشابهة مساوية للمساحة للجزء سي. احنا بالنسبة لنا القوانين اللي اشتقيناها طلاب للفاينات إليمنت أو اللي أخذناها جاهزة مال حقنا اشتقها، هذه كلها بالحقيقة هي قوانين لمساحة مقطع ثابتة وليس متغيرة. هذا شوفوا مساحة مقطع متغيرة جاي تزداد ويا الإكس، فهذه ما ممكن أطبق عليها القانون مباشرة، لكن إحنا بما إنه نعمل بالموجود عندنا يعني إلى حد هذا الجزء اللي تعلمناه هذا نقدر نحله، مو ما نقدر نحله بافتراض إنه المساحة ثابتة. شنو نسوي؟ ناخذ متوسط المساحة، مساحة الجزء بهذه النقطة ومساحة هذه النقطة الأخيرة يعني النقطة الأولى والأخيرة وأقسمها على 2. راح تشوفون هسه بالكود إحنا كاتبين هذه العملية، يعني اللي عنده مشكلة بالقيم طبعا حتى بالمسائل السابقة تلقى التفاصيل بالكود مال المسألة اللي هو حل المسألة أو حل الكيس ستدي خلي نسميه. أوكي، إذا هنا هسه نبدأ البداية اللي يعني دائما يعني نسويها اللي هو نحسب قيمة الاستفنس ماتريكس للإليمنت. فالاستفنس ماتريكس للإليمنت الأول هنا مسمينه أي أو واحد نفس الشيء، فهنا واحد مسمينه نفس اللي هو نقصد به الأي كي واحد أي واحد لأكس واحد الكي واحد هي هذه قيمته كي أي. أوكي، الأي واحد هسه راح نشوفه بالبرنامج قد قيمته، الأكس واحد هي هذه واحد سنتيم، هذا بالبرنامج خليها هسه هذه الأي واحد والأي اثنين والأي ثلاثة راح نشوفه بالبرنامج شلون نحسبها. طبعا بطينا السمك هو الثيكنس البعد الثالث هو شقد 10 سنتيم، فإذا الكي واحد أصبحت معلومة، الكي اثنين ممكن أحسبها والكي ثلاثة لأنه عندي الكي أي والكي بي والكي سي موجودات والإكس أي هذه والإكس بي والإكس سي موجودة والمساحة كذلك هي هذه مثلا 5 في السمك، لكن مساحة الجزء بالوسط ما معلومة راح نشوف هسه شلون نحسبها. الأي تو فقط في هاي المسألة عندنا بها يعني شيء جديد راح نشوفه شلون تنحسب. طبعا بعد ما اسوي تجميع للكي تعرفون شنو معنى التجميع، انه هاي المصفوفه تجي هنا، هذه المصفوفه تنجمع ويا الجزء الوسط وهذه تجيب القيم الاخيره. طبعا هذا احنا شارحينه اكثر من مره فما اكو داعي اعيدها، يعني واضحه ان شاء الله لكم وممكن الطلاب يحلونها ويحصلون على هذه النتائج. الخطوة اللي بعدها الإكوليبريم إكويشن، إنه الاستفنس ماتريكس عفوا في درجة الحرارة يساوي للإف. بالنسبة للإف هنا ما مطيني أي معلومات بالسؤال، ما قايل لي أكو ثيرمال لود، وعلى الشكل ما أكو أي ثيرمال لود، ما أكو يعني هنا حمل، لا أكو هنا فيض ولا أكو هنا حمل حراري. مطيني شنو؟ مطيني درجات الحرارة. شوف هسه هذه الكومبوزيت وول، مش عندنا كومبوزيت والله اخذناه سابقا، ذاك كان ما منطيني درجات حراره هنا بالنقاط هذه الاولى والاخيره، فما كان عندي باوندر كونديشن، عندي فقط ثيرمال لود فيكتور. شلون كونته؟ كان عندي هنا فيض وعندي هنا هيت كونفكشن كوفيشنتس. اوكي، فهنا بهاي المساله اللود شي يساوي يساوي صفر لكل النقاط. المصفوفه اجي ارتبها وعندي تي 1 تي 2 تي 3 وتي 4. الباوندر كونديشنز هنا شلون اضيفها؟ اكو مسألة حليناها اللي هي كانت الزعنفة، انه كان عندنا boundary condition تعاملنا وياه مثل ما بهذه المسألة.
شوف هنا عندك النقطة الأولى، النقطة الأولى إيش قد درجة الحرارة؟ يعني تي وان معلومة 120، التي فور كذلك معلومة قيمتها 20، فالتي وان والتي فور لازم أسويها تساوي هذه القيم الباوندر كونديشن مالتها. شلون أسويها؟ المعادلة الأولى اللي هي تقابل التي وان أسويها عبارة عن تي وان تساوي 120. شلون أخلي هذا الشيء؟ أخلي هنا بمكان الاف 120، فممكن المعادلة هاي من أريد أجي أكتبها بشكل ثاني أقول 120، يعني أجي أفتح المعادلة من المصفوفة أقول 120 تساوي معامل التي وان جد واحد أخلي، ومعامل البقية الأجزاء يساوي صفر. إذا قاعدة عامة دائما إذا عندك قيمة درجة حرارة معلومة، معامل هاي درجة الحرارة بالمصفوفة أخليه يساوي واحد اللي يقابلها. طبعا القيم القديمة حذفتها، هاي كلها هذه حذفتها والصفر هذا انحذف. اوكي، فهنا مقابل التي واحد اخلي واحد والباقي تصير صفارة، وقيمة الدرجة الحرارة المعلومة اخليها هناك ثيرمال لود. واضح؟ هي هنا بس كأنما انا خليت المعادلة تساوي لي شنو الباوندري كونديشن، وهذا القصد. كذلك بدرجة الحرارة الرابعة خليت هنا 20 لان انا درجة الحرارة عندي تساوي 20، ومعامل التي 1 تي 2 تي 3 يساوي 0، معامل التي 4 يساوي 1. بحيث انا شنو اقدر اسوي؟ من اقول 20 تساوي، يعني من افتح هاي المعادله هي تساوي لي الباوندر كونديشن الرابع الاخير العفو على الجانب الايمن. واضح؟ فهنا ال 20 تساوي هذا 0 في تي 1 0 تي 2 0 تي 3 1 تي 4، اذا تي 4 شو يساوي؟ يساوي 20. هو هذا معنى انه ادمج الباوندر كونديشن ويا المعادلات، دمجت هسه تو باوندر كونديشنز ويا المعادلات. هذه معادلات اربعه احلها، المجاهيل ايش قد عندي؟ عندي اربع مجاهيل، وبالحقيقه اثنين منها معلومه لان هذه معادلتين معلومه سهله. فالمجهول عندي تي 2 وتي 3. طبعا المعادله هذا حلها راح يكون هو حل، يعني صفر يساوي ناقص 100 تي 1، تي 1 معلومه 120، زائد ال 103 في التي 2 ناقص 3 في التي 3 زائد 0 في تي 4. اوكي، فهذه هي المعادله يعني. والمعادله الثالثه 0 تساوي 0 في تي 1 ناقص 3 في تي 2 43 تي 3 وناقص 40 تي 4. يعني بهالشكل احنا نفتح المعادله. واضح؟ وضحتها في احد المسائل. فممكن احل المساله تنحل تطلع لي هاي القيم، تشيك وين المفروض تطلع عندكم نفس الشيء. والهيت فلكس هو ماينس كي 1 تي 2 ماينس تي 1 الى اوفر اكس 1 وتطلع هذه القيم. ممكن هذا يعني الهيت فلكس ممكن على اي جزء ثاني، مو فقط بهذا الشكل. هنا لو نجي هسه للمساحه، كي كوندكشن سميت هذا الكي اي 1 سميته، والكي كوندكشن 2 كي كوندكشن 3، والاكس 1 1 في 10 ناقص 2، اكس 2 5 في 10 ناقص 2، والاكس 3 1 في 10 ناقص 2. هذه المسافات اللي هي لكل جزء. الاي 1 المساحه الاولى هي 5 في 10، 5 اذا تشوفون هسه هذه الاي 1 هذه هي 5، هذا 5، 10 هو العمق قال الثيكنس اللي هو عمود على رسم ما نشوفه. فهنا 5 في 10، كذلك الاي 2 شو يساوي؟ العشرة في 10 لانه البعد مالتها عمود على الجريان هو 10 على انتقال الحرارة، والبعد العمق مالتها 10، فصارت بهذا الشكل. الاي 2 هنا بهذه المسألة خصوصية هذه المسألة انه المساحة الثالثة هي متوسط المساحة بين المساحة الأولى والثالثة، فهي اي 1 زائد اي 3 اوفر 2. هذه هي يعني هذه مو قاعدة عامة دائما بهالشكل، بس القاعدة العامة انه الـ A2 هي شنو؟ هي متوسط مساحة هذا الشكل اللي شفناه اللي هو المتغير مساحة المقطع. عندي تي ليفت 120، تي رايت 20 بسميها، هنا ولدت مصفوفة الستيفنس ماتريكس ثلاث أجزاء، ثلاث إليمنت ستيفنس ماتريكس، والكي الجلوبال هذه، وبعدين أسوي له تحديث، بعدين أضيف الباوندر كونديشن. الباوندر كونديشن شلون أضيفه؟ أقول الكي للصف الأول لكل الأعمدة شو يساوي لي؟ واحد صفر صفر صفر.
سويت حدثت المصفوفة كلمة ثانية مثل ما سويت هنا هذه الخطوة يعني هذه الستيفنس ماتريكس قلت هذه الصف بمكان القيم هذه اللي كانت موجودة هذه انشالت خليت بمكانها هذه القيم كذلك هسه راح اسوي اشيل القيم اللي هنا هذه واخلي مكانها هذه القيم الجديدة هسه راح تشوفون هنا هذه صارت واللي هي الكي اوف فور الصفر الرابع لكل الأعمدة هي صفر 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 واحد طبعا القوة سويت لا أنا سويت قوة قلت الإف يساوي زيروز أوف فور وان ولدت فانت كل القيم تساوي صفر بعدين من سويت الباوندر كونديشن حدثته قلت هو يساوي لي أربعة قلت العفو القيمة الأولى الصف الأول العمود الأول يساوي تي ليفت اللي معروفة سابقا اللي هو 120 والاف 4 1 يساوي تي رايت اللي هو معروف سابقا يساوي 20 واجي احل اقول تي يساوي الانفيرس اوف كي في الاف بعدين الكيو تساوي لي هذه مثل ما حليناها سابقا واسوي رسم واحد